بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عظيم النفع كبير الفائدة عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان شروط الدعاء وآدابه، وأن الدعاء إنما يكون نافعا مثمرا إذا أتى الداعي بشروطه وآدابه وضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه من الآيات الجوامع لآداب الدعاء وضوابطه، وفيها أن الدعاء إنما يكون نافعا لصاحبه إذا جاء بضوابطه التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن الداعي إذا اعتنى في دعائه بالضوابط الشرعية والآداب المرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أبلغ وأعظم وأقوى في تحقق أثر الدعاء وثمرته المرجوة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هنا خلاصة مختصرة وعصارة مفيدة جمع فيها أهم شروط الدعاء وآدابه. قال رحمه الله تعالى: وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. حضور القلب أي أن يكون
وهو يدعو الله عز وجل يدعوه بقلب حاضر ليس بقلب لاهن. أحيانا يدعو المرء ربه ويرفع يديه ولكن قلبه في واد آخر لا يكون حاضر القلب. ولهذا مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل. لا يستجيب دعاء قلب غافل لا. فالقلب إذا كان غافلا لاهيا هذا مانع من موانع الإجابة. إذن في الدعاء لا بد من حضور القلب، لا بد من حضور القلب، ولا بد من جمعيته على المطلوب، أن يكون القلب متوافرا مجتمعا على المطلوب المعني المقصود بالدعاء، فيكون حاضرا ويكون مجتمعا على حاجة المرء مقصوده مطلوبه في توجهه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. وهذه نبه عليها رحمه الله تعالى ليكون في هذا التنبيه معونة على العبد أن يتحرى هذه الأوقات. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلا في هذه الأوقات، لكن المراد بذلك أن يكون لهذه الأوقات مزيد عناية بالدعاء، لأن الدعاء فيها لأن الإجابة فيها أحرى، لأن الإجابة فيها أحرى، فيتحرى فيها الدعاء لأنها أوقات هي مظنة إجابة، مظنة إجابة. قال: وهي الثلث الأخير من الليل. وهذا وقت شريف فاضل عظيم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأفاد ذلك أن هذا الوقت الشريف، وقت النزول الإلهي الثلث الأخير من الليل، وقت إجابة للدعاء، فيه الرب الغني الحميد جل في علاه يقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. فوقت إجابة دعاء، من دعا أجيب دعاءه، ومن أجيب دعاءه، ومن سأل أعطي سؤله، ومن استغفر غفر له. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون لهذا الوقت حظ من الدعاء والذكر وما كتب الله سبحانه وتعالى ويسر من قيام الليل. قال رحمه الله تعالى: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان وقت ما يؤذن المؤذن، السنة أن تقول مثل ما يقول، وهذا فيه ثواب عظيم، كما في حديث عمر في الصحيح إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى أن قال في تمامه، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. فالسنة عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا وصل إلى حي على الصلاة حي على الفلاح، فالسنة كما في حديث عمر المشار إليه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقول المصنف رحمه الله عند الأذان أي بعد الأذان مباشرة، أي بعد الأذان مباشرة، بعد الفراغ من الأذان، هذا وقت تحر للدعاء. وأول ما يبدأ به من الدعاء
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله له الوسيلة، ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة. فأول ما يبدأ بعد الفراغ من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم من بعدها يسأل الله الوسيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، فيدعو بهذه الدعوة. ثم من بعد ذلك يدعو بما تيسر له، لأن هذا من أوقات الإجابة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. وقد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره وهو حديث ثابت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا فأقونا بالفضل. الأذان فيه ثواب، من يقرأ الأحاديث التي وردت في ثواب الأذان يجد أن المؤذنين حصلوا ثوابا عظيما، ولو لم يكن في ذلك إلا حديث الدال على الخير كفاعله، هذا دلالة دعوة للصلاة. ورد فيه أحاديث عظيمة جدا في فضل الأذان. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤذنين يفضلوننا. فقال عليه الصلاة والسلام: قل كما يقولون ثم سل تعطى. والحديث صحيح: ثم سل تعطى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم سل تعطى هذا يدل على أنه بعد الأذان وقت تحر للدعاء، بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تأتي بالدعاء المختص به عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة إلى آخره، بعد ذلك سل تعطى كما صح بذلك الحديث. قال: فإذا انتهيت، يعني من الأذان، فسل تعطى. فهذا يدل على أن هذا وقت تحر للدعاء كما قال ابن القيم وعند الأذان. قال: وبين الأذان والإقامة ثم الوقت المتسع الذي بين الأذان والإقامة أيضا هو وقت إجابة للدعاء. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال: وأدبار الصلوات المكتوبة. والمراد هنا بدبر الصلاة أي آخر الصلاة قبل التسليم، هذا هو المراد قبل التسليم، لما جاء في حديث ابن مسعود في ذكر النبي عليه الصلاة في ذكر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم التشهد. قال عقب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فإذا هذا وقت تخير وتحري للدعاء قبل أن يسلم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص قبل السلام أن يدعو بما تيسر. وكثير من المصلين يمل إذا طال التشهد. أذكر من طرائف القصص، أحد الأئمة كان يصلي ولعل الإمام محدثكم، فبعقب الصلاة جاءه أحد المصلين، وهذا الكلام قديم، جاء أحد المصلين وقال: يا شيخ، أنا قرأت التشهد مرتين. من قال تقرأ التشهد مرتين؟ إذا انتهى التشهد فرصتك العظيمة أن تتحرى من الدعاء ما شاء، هذا وقت تحري دعاء، وقت فاضل عظيم يتحرى فيه المسلم، وخاصة الدعوات الجوامع العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله
وسلامه وبركاته عليه. قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وذلك لما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه أو طلعت فيه الشمس. قال صلوات الله وسلامه عليه: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه حاجته، إلا أعطاه حاجته. وفي تحديد هذه الساعة خلاف معروف بين أهل العلم، وأصح ما قيل هو هذان الوقتان اللذان أشار إليهما ابن القيم رحمه الله تعالى: عند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، حتى تقضى الصلاة. إذن ننتبه هنا إلى 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 أمر مهم في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعند ما قبل السلام أدبار الصلوات مر معنا أن وقته ماذا؟ تحر للدعاء. يوم الجمعة هذا السجود وهذا الدعاء الذي قبل السلام شأنه آخر، شأنه آخر لهذه الفضيلة التي جاءت في الحديث، فاجتمع فيه فضل الحال وفضل الزمان والوقت، فضل الحال في صلاة وفي وقت يتحرى فيه الدعاء في الصلاة، وأيضا زمان فاضل كما جاء في هذا الحديث الذي هو ساعة من يوم الجمعة تبدأ من صعود الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فالأدعية التي تكون في الصلاة، صلاة الجمعة، لها شأن عظيم. وقال: وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له. وهذه المعاني مهمة جدا في الدعاء، أن يكون القلب مخبت، خاشع، منيب، مقبل على الله عز وجل، متذلل بين يديه. قال: وتضرعا ورقة. كل هذه المعاني تكون في القلب وهو يدعو الله عز وجل، وتضرعا ورقة. قال: واستقبل الداعي القبلة. وهذا ليس من شروط الدعاء ولكنه من آدابه، ولهذا يأتي في أحاديث عديدة في الدعاء يقول: فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة ودعا. فهذا من آداب الدعاء العظيمة. وكان على طهارة، وهذا أيضا من الآداب وليس من الشروط، وهو عظيم الشأن في هذا الباب، باب الدعاء وتحري إجابته. ورفع يديه إلى الله، ورفع يديه إلى الله، ورفع اليدين هو هيئة ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهم من أسباب الإجابة. ولهذا جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا، أي خائبتين. قال رحمه الله تعالى: وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه قصة الرجل وهي ثابتة، الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فقال: عجل هذا، عجل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم الصلاة.
على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. قال رحمه الله: ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. التوبة فلاح، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وموجب لنيل الخيرات وإجابة الدعوات وغفران الذنوب. ثم دخل على الله، ومعنى الدخول هنا أي دخول بالدعاء والإلحاح والإقبال على الله سبحانه وتعالى في عرض الحاجة والطلب والسؤال. ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه. والملق كما جاء في اللغة هو الدعاء والتضرع، الملق هو الدعاء والتضرع. تملقه أي تضرع إليه وألح عليه سبحانه وتعالى. قال: ودعاه رغبة ورهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أن يجمع في دعائه بين الرغبة والرهبة، راغبا راهبا. وهذا شأن المسلم في كل العبادات. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ففي كل عبادة ومنها الدعاء يجمع العبد بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة. قال: وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. التوسل إليه بأسمائه وصفاته هذا يكثر في أدعية القرآن وأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذه أعظم الوسائل، أعظم الوسائل في الدعاء التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا. ويضمن كل دعوة ما نسبها من الأسماء، إن كان غفرانا للذنوب الغفور الرحيم، كان سؤالا للرزق الرزاق الكريم، وهكذا يدعو حاجاته وسؤالاته ومتوسلا إلى الله بأسمائه وصفاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، توسل بالفتاح وأنه خير الفاتحين. فيدعو ويتوسل إلى الله في كل حاجة بما يناسبها من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: وتوحيده أي لا إله إلا الله. وهذه وسيلة عظيمة جدا، لا إله إلا الله وسيلة عظيمة. ولهذا تنظر في كثير من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها هذه الكلمة، كلمة التوحيد: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. تجد أدعية كثيرة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها التوسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، ومن ذلك دعاء سيد الاستغفار، وأدعية كثيرة مأثورة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقدم بين يدي دعائه صدقة، وقدم بين يدي دعائه صدقة. لا أعلم حديثا خاصا في هذا، لكن هناك عمومات تدل على هذا، مثل حديث أن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا ما جاء في حديث الولي الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. والصدقة منها، الصدقة إما واجبة فتدخل في الأول، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أو مستحبة فتدخل في الثاني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الثمرة ما هي؟
ثمار، من ضمنها إجابة الدعاء، من ضمنها إجابة الدعاء. قال حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، أي يسدده في قواه وحواسه. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاد بي لأعيذنه. فالتقرب إلى الله بالنوافل ومنها الصدقة من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. ليس المعنى المراد هنا أن المرء عندما يريد أن يدعو قبل الدعاء يخرج صدقة، وكل مرة يريد أن يدعو يخرج صدقة، وإنما المعنى أن يكون صاحب صدقة بدل. فهذه الصدقة وهذا الإحسان وهذا البذل من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. قال فإن هذا الدعاء، يعني الذي جمع هذه الأوصاف وهذه الضوابط العظيمة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. وذكر رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة عديدة. نعم.